بدوري بصبح بالخير كل المشاهدين يلي انضموا من الصباح الباكر او هلا ليتابعوا برامج تلفزيون تي في واكيد يوم جديد. ضيفنا الاول اليوم هو الاب روكس بطرس، رح نحكي معه مواضيع لها علاقه بحياتنا الروحيه ونشاطات روحيه وانما بطريقه اكاديميه. اهلا وسهلا فيك ابونا. يسعد صباحك وصباح كل المشاهدين، ميرسي. اليوم مع حضرتك رح نتناول موضوعين، عيد مار يوحنا المعمدان وختام قلب يسوع والعيد بحد ذاته. بتحب نحكي بالاول عن يوحنا المعمدان؟ يلا حتى اخر شيء نختمها بالعظمه بقلب يسوع. نعم. يوحنا اعظم مواليد النساء. لما نحن عم نحكي عن يوحنا عم نحكي عن يلي فصل العهد القديم والعهد الجديد. مخضرم بيقولوا له، هو اجى من العهد القديم تيفتتح يحضر يهيئ الطريق لسيدنا يسوع المسيح يلي فيهم ببلش العهد الجديد. نعم. لما عم نحكي نحن عن عهد قديم عم نحكي عن شعب نطر، وما حدا قد الشعب اللبناني بيعرف ينطر. صحيح. وبعضنا ناطرين. مهم خلص. وبعضنا صبورين. نحن بنقول، كنا نقول اول شيء في مثل اللبناني بيقول يا صبر أيوب. أيوب. هلا شو بنقول يا صبر شعب؟ أيوب جاي من العهد القديم، نحن هلا بنقول يا صبر يوحنا. أنا بحبه كثير ليوحنا، بتمثل فيه هالإنسان يلي نطر وبيبعت تلاميذه بيقول له، بيسأله يسوع بيقول له أنت يلي بدك تجي، أنت هو المسيح يلي نحن ناطرينه. يوحنا من أعظم وليد النساء لسبب، لعدة أسباب. هو يلي افتتح إذا بدك باب الرحمة. هو يلي نادى بالتوبة. هو يلي حس كل إنسان يعرف وين خطيته وما يبقى فيها. بيقول له لهيرودس أنت أخذ مرت خيك، ما بيحق لك، توب. ما كان عم يدينه، كان عم بيطلب منه يتوب. اليوم يوحنا بيطلب منا نحن كلنا، إذا بدكن تكونوا على هالطريق اللي أنا هيأتها لمجيء المسيح للخلاص، بدنا نبلش بالتوبة. ما فينا ما نكون تايبين، ما فينا نوصل لقلب يسوع إذا نحن كنا عايشين بالخطية، إذا نحن بعدنا كل إنسان يا رب نفسي وبس، كل إنسان أنانيته غالبة على أحلامنا، غالبة على واقعنا. ما فينا نعيش بالخطية ونقول نحن بقلب يسوع. بس نحن دايما بنتكل على ربنا الغفور الرحوم، مشان هيك أوقات بنتكسلن بالتوبة. هيدا اللي بيقوله يوحنا، ما في شيء أعظم من محبة ورحمة ربنا. قد ما تكون يا إنسان خطيتك كبيرة، رحمة الله أكبر بكتير. نعم. بس عليك أنك هل فعل التواضع. صح. توب تتوصال لربنا. أبونا بيقولوا يوحنا المعمدان هو السابق والصابغ. شو يعني عبارة صابغ؟ صبغ المسيح. أنا بخليني بالصابغ، أنا بالنسبة لإلي هي أهم السابق. السابق هو يلي عم يهيئ. إجا مش يعني أقل، يعني ما بدنا نفهمها نحن بالمراتب، يعني أقل رتبة. نحن عم نحكي بال يوحنا بيقول أنا مني حتى أهل إنه في كله سير حذائه. نعم. للمسيح. أنا مني حدا، أنا جيت بس تألعب دوري. دوري هو إنه هيئ الطريق، افتح الباب للمؤمنين تيوصلوا ليسوع. وبس هو عم يتعمد بيسألوه تلاميذه لا يوحنا، بيقول لهم الحقوا ليك وين هو، الحقوا هو يلي اجا وانتو بدكم تلحقوا له، مش انا يلي بدكم. نعم. تبقوا معي. ما اجا ما عمل تلاميذ، ما عمل مدرسه يوحنا، ما اسس دائر، ما اسس جماعه، ماشي كان عايش بهالبراري يوحنا، وكان اكله يعني كان ناسك بامتياز. وبس اجا المسيح الحقوا له، هو يلي بدكم تلحقوه، ما بدكم تبقوا عندي. نعم. مش انا جيت حتى خليكم معي، جيت حتى اوصلكم لإله. منين التمس الصبر؟ ما زال حكيت عن صبر ايوب، منين التمس الصبر يوحنا؟ يعني يوحنا ما قابل المسيح الا بالعمال. الا اثناء العمال، فهو كان عم بالنبي اللي صحيح هو صوته صارخ، يعني لغويا هي الصحيحه. منين التمس هيدا الصبر طولة البال وهالمشي كله؟ من الإيمان إنه يلي آتي أعظم. أيه. ويلي آتي هو يسوع المسيح المخلص ابن الله. الله
يلي تجسد وصار إنسان، ويوحنا كان بيعرف هيدا الشيء. يوحنا كان واثق وأكيد، وقال لما كان ضحى براسه صح، كان يمكن بعد النطر شوي شوي، بس خلص هيدي هي الدقيقة يلي يوحنا سيمجد فيها مثل ابن الله. لأنه إجت ساعته حتى تبلش ساعة المسيح يلي هي الخلاص الكلي. نعم. الخلاص التام. كان مختار ولا كان مختار؟ أكيد كان مختار، خطة ليولد يوحنا كان مختار من عند الله أرسل. نحن بنعرف قصة زكريا وإليزابيث. أنا هيدا بالنسبة لي من أجمل وأروع الأشياء اللي صارت بالعهد القديم. اللي بتختتم العهد القديم هالقصة الرائعة، هالإنسانة والإنسان اللي كرسوا حياتهم كلها هو لخدمة المسبح، وهي كمان لخدمة ربها، للصلاة، للتأمل، للخدمة. ليكي الله كيف كفيهن بآخر حياتهم سترزقين بابنا. إجا يوحنا، وإجا ومش حي الله إنسان أعظم مواليد النساء هو يوحنا. قديش حلو يعني نتشبه بمار يوحنا بحياتنا، بالتواضع، بأنه دايما نكون نحن صوت ربنا، مش صوتنا على المنابر نحن لقلنا، مش حكينا بالكنايس يكون بس ملكنا، نكون نحن صوت ربنا. حلو كتير اللي عم تقوليه، وهون بيبين أنه الإنسان مؤمن. الإنسان بشو بده يؤمن بالآخر؟ بده يؤمن بحاله، بيخبر عن حاله، عن أمجاده. وأمجادك يا إنسان أرضية، أمجادك إلى ليميت فانية، إلى حدود فانية. وأمجادك لمين بتوصل؟ لأهل بيتك؟ لمين بدك توصلها؟ ما تحكي عن أمجادك. إذا عملت عمل منيح قول يتمجد اسم الله بهيدا العمل. حلو. إذا عملت عمل منيح قول لمجد الله هيدا العمل. وساعتها الإنسان بتشوف نورك. وساعتها لما بيقولنا ربنا يسوع المسيح ما بتضوه شمعة أو قنديل وبتحطوه تحت التخت أو تحت بالخفا، ما هيدا القنديل إذا ما حطيتوه فوق ما بيضوي، ما بيسطع. صحيح. وأنتم بتكون تكونوا كالملح. طب هيدا الملح إذا خليتيه على الرف وعملتي هالأكل وما حطيتي له نكزة ملح، بضله الأكل بلا طعمه والملح بيروح، والملح للفساد وبينكب. صح. الإنسان المتواضع هو فعلا بيشبه يوحنا بأعماله، بتصرفاته، بحكيته، بكل شيء. ما هو كان يوحنا يعني هالإنسان الصارخ، لمين بدك تصرخ يا إنسان؟ صرخ لربك. نعم. ونحن أبو ربه هون بلبنان نعرف أنه إذا ما صرخنا لربنا ما في حدا رح بينجينا، ما في حدا عم يتطلع فينا. وليش بعدنا واقفين على إجرينا؟ ربنا هي قدرته، هي قدرته فينا، لانه بده هيدا الشعب يكون على طول منتصر. نحن دائما منتصرين. نحن الشعب اللبناني شعب خلق تينتصر، ما خلق تيموت. طب ابونا ضروري نقطع يعني ونتشبه بمار يوحنا من حيث اكله ولبسه؟ اكيد لا. يعني هذا مش كل واحد يحصل على الخلاص. مش كلنا عنا هيدا النعمه انه نعيش يوحنا. بس المينيموم يلي يوحنا بيطلبوا منكم، يوحنا ما قال لهم للي ناداهم بالتوبه، ما قال لهم تعالوا عيشوا معي، تعالوا البسوا مثلي، تعالوا كله او تعالوا ما تاكلوا. كان ياكل. ما قال لهم شيء من هيدا النوع، قال لهم توبوا. حلو. فيك تتوب يا بني ادم، انت قاعد بقصرك. حلو. انت قاعد ببيتك. حلو. انت ورا مكتبك، انت وبعملك، انت وبشغلك، انت وبمدرستك، انت ومع عائلتك، فيك تكون انسان تايب. انا ما بعمل السبعة ودمتها بروح بفرجي حالي للعالم، انا بعمل اللي بدي اعمله. خطيئتي اوكي بعترف فيها وبندم عليها، بدي روح توب حتى الله يشوف لي اياها، حتى الله يحسسني اني انا انسان، او بالاحرى حتى انا حس انه الله غفر لي. اذا ما تبت عنا، اذا ما طلبت السماح، شو النفع؟ صحيح. هيدا اللي يوحنا كان عم ينادي فيه. واليوم اعيد قلب يسوع، تتوصل لقلب يسوع ما فيك توصلي انت ومعنظة، انت وشايفي حالك، انت وبأبهى حلليك، وانا ولا احد. ما بتوصل لقلب يسوع، بتوصل لغير مطارح، بتوصل يمكن للمجد الارضي اللي هو مثل ما تفضلتي وقلتي محدود. ما له استعمل. شو اقرب طريق لقلب يسوع؟ انك تحبي. حلو. يعني عند التوبة بالاول والمحبة ثانيا، اثنيناتهم بيكملوا بعضهم ابدا. ولا ممكن انا توب اذا ما بحب، ولا ممكن انا حب اذا ما كنت بعرف توب. كيف بدي توب؟ باي قلب بدي توب؟ اوقات منتوب من هون وبنعمل اللي ما نعمله من هون وبنأذي والانانيه ضربت نابه وكل شيء.
بدك تتوب انت بتعرف تحب، بدك تحب بدك تعرف الطب. ما فيهم يفترقوا عن بعض، بس اثنيناتهم فيهم وجع، يعني اثنيناتهم فيهم تعب. التوبة بده واحد ينكسر ويتوب من قلبه ومن كل خلية، والمحبة نفس الشيء، بدنا نحب، بدنا نتواضع لنقدر نحب، وبدنا 100% ننوجع بالحب. صح. لنعرف نحب على طول. 100% انا بحب اني كون انسان ادمي، انه العالم بس بتحكي عنا انت يا انسان، مش انا، الانسان، واكيد انا قبل كل شيء يعني، بس الانسان يكون بيعرف يتوب وبيعرف يحب، العالم بتشوفه، العالم بتشوف هيدا النور اللي فيه، بتشوف هالتواضع اللي فيه. بس في ناس بتترجمها غير ابونا، في ناس بتترجمها انه شوي غبي، يعني هيدا الانسان اللي هالقد بسامح. التوبة بتودي للمحبة المطلقة وبتودي للقداسة، خليني اكون غبي. خلي الانسان، خلينا كلنا نكون اغبياء. وإذا أنا بدي بفعل تكبر عم قول عن الإنسان اللي بتوب أو الإنسان اللي بيعرف يحب غبي، ما بعرف مين الغبي، ما بعرف مين اللي ناقصه أشياء، مين اللي ناقصه مثل ما بقول نحن نقول باللبناني فت خبز حتى تصير إنسان. قبل ما تتوب أو قبل ما تحب، ما بدنا نعرف أول شيء نكون ناس، نكون انسان. نكون شو يعني انسان؟ نكون مثل انسان الله. يعني على صوره الله ومثاله. يعني انا ماني فارغ، ماني بس جسد. في كثير ناس بحبوا الجسد، بيشوفوا حالهم بالجسد، بينسوا انه بهيدا الجسد الفاني منفوخ روح من الله. حلو. الله نافخ فيك روح من روحه. نعم. قديش مهم العيلة أبونا اليوم مع قلب يسوع، العيلة، الأولاد، نهتم فيهم، ننشئهم على هيدا الطريق، ما نخوفهم من ربنا. يعني نحن ربينا بمدارسنا منخاف من الله البقاسي، هيك كانت الترند بالزمانات بالتعليم المسيحي. وقتها فتوا لإخواننا الشباب الجداد، فوتوا يعني بطل هالدين المسيحي، صارت حياة على كل الشباب. إيه؟ حبيتك كثير لأنه صار في حياة مسيحية، لأنه يعني أنا بوعد الدين الخوري هو الختيار، يعني على عرفت اللي منخاف نحكي معه، بعيد عن التكنولوجيا، بذكرنا بربنا بالعهد القديم القاسي. ما بعرف من وين، من أي رأي جاي، ما بعرف من أي مدرسة جاي. من مدرسة كانت تضرب. يلي هيدي خبرة شخصية نحن منعيشها بمدارسنا وبرعايانا. أكيد أكيد في ناس كتير ظالمة. هلا أنا بتذكر مثلا كنا هون بجسر، كنت تسترجي إذا فات الأبونا ما توقف، كان الأبونا يعني الله يرحمه. أيه. أكيد أكيد هو كان مربي. هلا شيء إنه هلا أنت قلت مربي، خي صرامي شو من أي رعية بدل نفسها يمكن. بس مع هيدا وكله ما بقدر أكرهه. لا إيه، مع إنه كل شيء 50-60 خيزرانة منه يعني، بس إنه كلنا هيك، كل الجسد البشر مرئين تحت الخيزرانة. ما شفت شو قصدي. هيدا قصدي، يعني نحن كنا نحترم هالوقار، بس برضه كان في خوف. كان يعني في خوف. هلا إيه؟ الولد بجاوب، يعني إذا جيت تتعيط عليه أو خوري ببطل يفوت على الكنيسة نهائيا. هيدا اللي بدي أسأل الدور اليوم. خلينا نرجع نتفى صغيرة لتربية الأهل بالبيت. إيه؟ أنا كيف كانوا أمي وبي ربوني بوقتها؟ ما بعرف. أكلت خيزراني بدك تاكل الثاني، أو أكلت خيزراني بالمدرسة بدك تاكل قتلة بالبيت. هلا ما مش يعني لهالدرجة، بس إنه معنات الحكي، التربية كانت غير، كانت قاسية، كان في تربية ومع هيدا وكله. لكن انتبهي كمان بوقتها إنه الأهل شو معرفتهم، شو سقفتهم كانت، شو المحيط اللي الواحد كان عايش فيه. ما كلهم هودي كان لهم كمان تأثير كتير كبير. طب أنا جاي من محيط مثلا أمي وبيي، أمي بتربي 6 أولاد، بيي بيشتغل الوحيد وست أولاد بالبيت، ومثلنا كل الجيران، كل جيراننا كانوا عيال عيال عيال. مش إنه كان عندهم ولد واحد ما عندهم شيء إلا يصفصفوا هالولد ويتمشى يتنزهوا هن وياه. إيه لا مش هيك، كان في أساوي بالحياة. لما البي كان يشتغل وبده يعيش عائلة، العائلة بدها مصروف، مش بس الغلا هلا كمان. طبعا يعني هون مهم نربي على محبة الرب مش على الخوف. وهيدا تربينا عليه، نحن ربينا على مسبحة أمي، على صوتها يلي بتقول يا أم الله. على صوتها الحلو يلي أبي كمان يعني إيمانه على قده. أوكي. بس ربينا بالكنيسة. حلو. مع هيدا وكله. هلا الخوف من الكاهن
ايه كان في وهره صح، كان في هالوقار هيك انه تروحي على الكنيسه مش لتتسلي، رح تتصلي. طب ما انا لوين بدي اخذك؟ للاكاديميه. مش هيك كنت عم اقول، يعني عم باخذك عم جرك بسؤالي لاقول انه اليوم انتم كهانوت شبابي اليوم عم بتربي هالجيل الجديد مش على خوف، لا فتحتوا لهم اكاديميه لا. عم بتعلمون فن، عم بتعلمون جمال، رح تخبرني اكثر، لتضموا هالاولاد وتنشئون على تربيه مسيحيه. اكيد لا. اليوم اذا بتروحي على كل الأديرة كل الرعاية بتحسي حتى الكهنة الكبار بالعمر في عندهم هالطيبة وهاللينة، لأنه نحن بنعرف يعني اليوم شو باقي للناس. صدقيني مش باقي للإيمان، مش باقي، بدنا ملجأ كلنا سوا صح. حتى نحن الإخوارنة والرهبات بنبرم على ملجأ. وين الملجأ؟ بيت الإربان. صدقيني طبعا هونيك، ما بقى في عندنا الراحة. شي تاني صح. بيت الإربان، الكنيسة، بيت الله، هونيك الحياة الحقيقية، هونيك الفرح الحقيقي، وهونيك القوة اللي بنستمدها تنضلنا. أختي بس في عنا شوية صبر وطولة بال ونكمل بهالبلد. مزبوط مزبوط. الأكاديمية اللي عم تسألين عنها هي أكاديمية باتشي إنتر، سلام في الأرض، سميناها هيك لأنه ونحن فيها علم وخبر. الأكاديمية هي جمعية، حبينا أنه يكون في شيء مميز بحياتنا أول شيء إلنا نحن، حتى نكون عم نقدر نساعد، ما نحن كمان ما نتساعد وما ننمي حالنا. ما فيش محبة إلا من السلام، الإنسان اللي يعيش السلام بيعرف يعيش المحبة. وهي جمعية تنويرية، يعني نحن هدفنا من هالجمعية إنه يكونوا هالولاد عم يعملوا شيء غير، ما يفكروا بس بالسياسة، ما يفكروا بس بالهموم يلي بيسمعوه من أهليهم. هون عم نشوف صف الرسم. نحن عم نشوف صف الرسم. هي الأكاديمية عنا رسم، عنا موسيقى، عنا كورال، عنا لقاءات روحية مع الأهالي مفتوحين للكل، بنعملهم مرتين أو ثلاثة مرات بالسنة رياضات روحية. بنجتمع بدار سيدة الوحدة باليرزة عند رهبات الكلاريس. هيدا الدار كمان كتير مهم بالنسبة لنا لأنه هو نبع السلام. هيدا بالنسبة لنا هيك. وليش سميناها سلام في الأرض؟ لأنه شفيعة يوحنا 23 البابا يلي كتب رسالة السلام. ما في حياة على الأرض من دون سلام، من دون أخوة. أكيد. قدي بتضم؟ كم شخص؟ كم ولد؟ نحن قبل الكورونا كنا أكثر من 150 ولد. هلأ عم نرجع نقلع. أوكي. كل شيء صعب هلا من بعد الكورونا صح. ولكن بنقلع بنقلع يعني الصيف ان الله راد رح يكون في وجود للاولاد، رح بيكون في اكيد. اوكي اكيد رح بيكون في شيء غير. وانا هون بدعي شبيبتنا بالكورال، وهون عيد بنويل، كونسرات نويل. جميل يعني جدا. في كثير اشياء حلوه عملناها وكثير اشياء حلوه عم نحضرها، ولكن الحلو هلا عم نحضر بيركشن باند فيها بتضم لحد هلا لحد اليوم. ونحن صرنا هيدي ثالث اسبوع ونحن عم نجتمع بكنيسه سيده المعونات بجسر الباشا، بمدرسه سيده المعونات عفوا، يلي بشكر الرئيسه رئيستها والرهبات سور ميرنا، سور عايدا، سور منى، سور بولا، والممار يلي فتحوا لنا باب هالمدرسه تنجتمع نحن واولادنا فيها. اوكي. كل بيركشن باند حبيت. بيركشن باند ليكي شو؟ أنا فش خلق يعني هيدي ضم ضم تك تك كل النهار. بدك تفش خلق الولد؟ خليه يطبل، خليه يصرخ. عن جد؟ خليه يعيط، خليه يفش خلقه بأشياء ما بتأذي. عن جد رائعة الفكرة يعني. فعلا هيك صدقيني. هلا اليوم نحن عم نبلش تمرينات، وأول نحن صرنا ثلاث جمع بس. ايه. وأول لقاء رح بيكون بعيد مارلياس بجسر الباشا. حلو. يعني كل الأكتيفيتي تبعولتنا حبينا تكون بجسر الباشا. عظيم. أول شيء لأنه نحن مدعومين من الرهبات، سيدة المعونات بالمدرسة، ومدعومين من أبونا هادي عبودي اللي بوجه له أكبر تحية لأبونا هادي، هو وأبونا بول لمسان خوارنة رعية جسر الباشا مارلياس. بس أكيد الزوار من كل ال نحن في عنا من كل، نحن في عنا بيجوا من دير الحرف، في عنا بيجوا من جبيل، في عنا بيجوا من بعبديت، من كل المناطق. أبونا شو نوع الريبرتوار اللي بدي يعزفوه؟ يعني شو هي الأغاني؟ شو هي؟ نحن هلا عم نحضر شيء كثير حلو، عم نحضر جو زكي نصيف. واو. جو نصيفي. واو شو حلو. واكيد في كم اشياء عالميه كمان. اعمار هالعازفين الصغار 5 سنين وما فوق. حتى هلا في اتجاه او تصور انه يكون في باند للاهالي كمان، خاصه البيات
حلو. بدل ما يعرفوا حالهم مين بده يضربوا يجي يطبلوا شوي يجي يدب بهدر بكي. قديش الفكره ذكيه ابونا، يعني عم تعملوا فشه خلق يمكن انتم لمستوه هالولاد. في ناس اولاد بطلوا يعرفوا يحكوا، في اولاد بطلوا يعرفوا يتواصلوا، في اولاد اذا صرخ بالبيت امه بتعيط عليه لانه هي مطوشه وهو ضيق خلقه. فاليوم انتم لميتون على الكنيسه اذا فينا نقول بطريقه شبابيه بموسيقى اللي هي لغه الكون يعني. صح. هلا انا اول شيء بشكر الاهالي وثقتهم. لو ما في ثقه من الميل الثاني يعني نحن ما كنا بنقدر نعمل شيء. في الثقه في في كمان يعني هيدا فعل تواضع بكل معنى الكلمه، انه انا سلم ابني لحدا عم بيساعده ايه حتى يطلع نتفه صغيره كمان من هالشحن اللي نحن فيه من هالاجواء المشحونه. كتر خيرهم الاهالي صدقيني. وانا اليوم لما صدقيني لما بشوف ناس عم تجيب ابنها وباولادها مثلا من اخر الدنيا، ما هي كمان تكلفه كثير كبيره اليوم. والله كتر الف خيركم يا اهالي يلي عم تدعمونا بمشاريعنا كرمال اولادكم، لانه اولادكم هن اولادنا. طب ابونا الاساتذه الموسيقى منين عم بتامنوا لهم الاساتذه؟ هلا نحن بالكونسرفات بالمعهد عندنا في شيء جزء كتير بسيط، انا بحب انه الاهل كمان يكونوا عم يشاركوا، لانه المجانيه الكليه كمان ما بتعطي نتيجه فعليه بتاثر حياه المشروع اذا بدك. خلينا نتفق نحن في شيء معين، نحن رسوم معينه بنحطها. اوكي. قديش قادر تدفع منهم؟ اهلا وسهلا فيك، مش قادر تدفع؟ اهلا وسهلا فيك، بس نحن بهمنا انه ابنك بنتك بس تجي بهالدنيا يعرفوا، انتم بتكون تعرفوا انه هون ما فيش لعب. هون في شغل، في درس، في كور اكاديميك بده ياخده ابنك، واساتذتنا كتر خير الله فاهمين هيدا الموضوع وداعمينا. نحن مجموعه اساتذه اول شيء بنخاف الله، بمعنى انه مش انه بنخاف منه مرعوبين، لا، بنخاف انه نكون عم نغلط بحياتنا، بنخاف ما نعمل يلي طلبوا منا، بنخاف انه نمرق على هالحياه مثل ما جينا مثل ما رحنا. لا، ما نترك بصمه، ما نترك شيء مهم بحياتنا، وهيدا الشيء المهم نساعد ربنا بالخلق. كيف نساعد ربنا بالخلق؟ الله خلقك وقال لك روح اشتغل يا انسان. طبعا. ما تروح تقعد هيك تتكتف وما تعمل شيء، كون فعال بحياتك، هيدا اللي عم نعمله نحن بالاكاديميه. قديش انضم لكم اطفال يمكن كانوا حاطينهم استاذ برايفت، صار تكلفته يمكن كثيره، قديش اجوا لعندكم اولاد اصلا اوريدي يمكن نحن بهالظرف وقفنا لهم الاكتيفيتي ميوزيكال؟ صح. انا هون كمان بحب طمن الاهالي، لما اولادكم نحن عندنا هلا اول دبلوم رح ينتاخذ بعد شهر من دوموزيل صار تتعلم عنا. حلو. أخذناها كانت تلميذة واليوم هي استاذة بيانو. أنا بتمنى إنه يا ريت كل أولادنا بيربوا مثل ما هي ربيت، بهاللطف بهالأدب بهالأخلاق. وأنا هون بوجه لها تحية، سارة أبو جودة وهي مهندسة عم تدرس هندسة بالجامعة اللبنانية، ومع هيدا وكله هلأ عندهم جامعات وعم تحضر الدبلوم عنا وكتر خير الله عم تدرس. يعني شوفي قديش بعد في عنا شباب مؤمنين بلبنان، مؤمنين انه بالايمان بننتصر على كل الصعاب. طبعا. ابونا الدبلوم بيصدر امضاء مين؟ امضاء الاكاديميه. اوكي. اللي هي اوريدي مرخصه. نعم. اوكي. نعم. بتاخذ اتستاسيون مثل ما غيرها كمان اخذ اتستاسيون. فاتوا على موسيقى الجيش. اليوم في عندنا اكثر من استاذ، في عندنا اساتذه جيتار، في عندنا اساتذه بيانو عم يعلموا بمدارس خاصه. وانا بقول كتر خير الله يلي قدرنا بحياتنا عملنا شيء حتى نحن كمان نكون نحس حالنا انه هالدرس اللي درسناه ما رح دعان. ما حضرتك موسيقى يا ابونا؟ انا درست بايطاليا موسيقى اداره جوقات. صح. وكومبوزيسيون. حلو. ففي عندي هلا نحن كمان عم نحضر اعمال فنيه مع فويس اوف هافن، عم نحضر مشروع كتير حلو. وإذا الله راد رح مننفذه من هون لعيد الميلاد ميوزيكال عن روحانية بنواسيز وباللغة الفرنسية. يعني عندكم استحقاقين هلا، عنا على عيد مارليس عنا البركوشن باند يلي بتصور رح يوصل صداها لكل لبنان بإذن الله. وعم تحكي بكونسرت ل بكونسير بتياتر إذا بدك عمل تياترال ميوزيكال مع اكثر من 80 شاب وصبيه بين الرقص والاغاني اتسترا. خلي مفاجاه ابونا لقيت هيدا الطريق اسهل لقلب يسوع، اسهل لقلوب الاولاد، اسهل لقلوب اللبناني؟ هيدا قلب يسوع.
هيدا قلب يسوع اللي نحن عايشين فيه. اكيد انا بقول لك شغله، ما حدا ما عنده مشاكل، ما حدا ما عنده صعاب، حتى انت قاعد بقلب يسوع بتحسي حالك اوقات يعني شوي ضايعه شوي، بس انا بقلب يسوع ما بخاف، ما في شيء بيخوفني. يعني كل مخاوفي كل صعابي اذا انا واثق انه هيدا القلب بنجيني انا بطمن بالي. وبعدين جبران شو بيقول؟ جبران خليل جبران بيقول لما بتحب ما تقول انا بقلب أنا الله بقلبي، قلبي مخلوق من انسجه وعضل وشقفه لحمه يعني. هيك في في شو بد مش عم تطلع الكلمه، هيك في تجارب كثير كبيره. أوكي. القلب بيتمنى بيغلط فيها غصات، قول انا بقلب الله احلى بكثير، انا بالمكان اللي لازم فعلا اكون فيه، هيدا القلب الطاهر، هيدا القلب المحب اللي محبته ما لها حدود وما في شروط على حدوده على محبته، بينما قلبي اوقات بحد محدود، محبته محدوده ما بتحب حب مطلق. صحيح. كنا حكينا بخلال هالشهر عن قلب يسوع كمان مع ابونا بير سويد، بوجه له تحيه، حكي عن الريتم، وهلا انت عم بتردني على نفس الشيء لانه اثنيناتكم موسيقيه، يعني قديش حلو اللي عم تعملوه انتم هالميوزيكال هالفن الراقي الى جانب اكيد الفنون الثانيه ونبضات القلب وقلب يسوع، قد ايه فيه هيك اندماج. أول شيء بدنا نوجه تحية لأبونا جوزيف السويد الموجود بالأردن، الله يخليك أبونا وأنت بركة وأنت مدرسة، نحن بنفتخر، أنا خاصة بفتخر إنه تعرفت عليك واشتغلت معك إن كان بالتالي لوميير أو على طريقك بالموسيقى. هيدا الريتم اللي نحن عم نعيشه، هيدا ريتم حياة، إذا الريتم بيتقطش يعني في شيء صار مش راكب، في شيء في خطوة ناقصة، ونحن ما منا الله ما خلقك تكون خطوتك ناقصة. حل. الخطوة الكاملة بتجي من إيمانك أول شيء بالله، وتاني شيء بالقدرة اللي عطاك إياها. كل إنسان قادر، كل إنسان ذكي، ما حدا محروم، الله ما حرم حدا، ما حرم حدا. بس أوقات بقلك أنا هالقد مقدوري، ما كل إنسان يعني لازم يعرف وين مقدوره، وين حدودك بالعطاء، أنا ما فيني أعطي أكثر ما فيي، آخر شيء عطائك بصير سوري على الكلمة شرشحة، بصير بيجي ناقص. إذا الله عطيني هالقد، ليش بدي أعمل خطوة أكبر من اللي الله عطيني؟ خليني أعرف أول شيء أنا شو بقدر أعمل. حلو. وقت اللي بتعب ارتاح، مش غلط. يسوع وقت اللي كان يتعب من العالم شو كان يعمل؟ يطلع على الجبل، هيدي طلعت الجبل، هيدي كأنك طالع على السما، طالع لعند قلب الله، هونيك في رياحة، هونيك بتستمد القوة، هونيك بتستمد الأفكار. انت يا انسان ما انت مخلوق، مخلوق على صورة الله ومثاله، اذا منه ما بدك تستمد من مين؟ من هو هدفك بالحياة؟ من هو هالكمال على هالارض تتمثل وتتشبه فيه؟ مثل الفرقة الموسيقية، يعني اليوم كقائد اوركسترا بتقول له انت عزوف هالقد، انت طلع هون، انت وطي هون، فهذا بيعطيني جمال اذا بدك بالحياة الروحية، كل انسان عقد هو مقدوره وزنته اللي موجودة معه. إذا المايسترو ما بده يعرف يدير أوركستر، الأوركستر الموجود قدامه أو الكورال أو يلي هن، في شيء بيبقى ناقص. ولكن إذا كليتهم كانوا عم يمشوا على نفس الريتم وكلهم على فرد قلب، إبداع. هيدي النتيجة بتكون. شو ناطر من الفرق أبونا؟ لا أنا مش ناطر شيء بكل صراحة. أنا بقول بنشتغل والله بيظهر لنا يوم بعد يوم شو هي مشيئته. انا من شهر ما كنت عارف انه رح ناسس هيدي الفرقه بيركاشن بانك. كم شخص صار فيها؟ كم عضو صار فيها؟ شي 35 ولد تقريبا، وفيها كمان كبار، يعني فيها 16 17 سنه كمان، يعني حابين انه وكلهم رح يشاركوا. اكيد كلهم رح يشاركوا، واكيد من هون لوقتها بنكون زدنا يمكن. ابونا المعدات منين عم تجيبوها القطع الموسيقيه؟ هيدا سؤال حقه، لانه 35 قديش حقه قلتك؟ ما بعرف والله، ما بعرف اليوم على الدولار كثير حقه كثير، يعني هالدولار بيطلع وبينزل غيط. مهم تأمنوا؟ قلت لا مع الاسف انه ما تأمنوا، ونحن يلي عندنا اياه عم نشتغل فيه. اوكي. نحن ال 35 في عندنا مثلا منهم 10 قطع بنبدلهم بيبرموا. فهون دعوه كمان، لانه في دعوه للناس ابونا اللي أنا عنده. انا بتمنى انه يجي حدا عنده طبل، عنده دربكه، عنده حيلا آلة بيركسيون، حيلا آلة بتدق بالطرطه. أوكي. شو ما تكون بحب ومنه بحاجه لها وبيستغني عنا، انا بتمنى انه او يتصل فينا او نحن الاكاديمي باتشا انترا بجسر الباشا
ابونا روكس بطرس على الفيسبوك او شيء بجيب القطعه وبينزل لعنده. وبحب نقول رقم تليفون كمان. ايه بتمنى ابونا 03-109-115 يعني 03-109-115 اذا بايدوها وبيجيبوا لنا الانسترومون والله نحن والباند والاهالي وكلنا بنقول لكم ميرسي. لانه عن جد اوقات في اشخاص بيكونوا تدربوا اشتروا الطبله اشتروا ما بعرف اي قطع موجوده وما عادوا استعملوها لانه صح, ايه صح فكمان هون دعم كثير مهم. لكن انتم هلا متوفر عندكم 10 قطع. نحن في عندنا 10 قطع كبار ايه؟ وفي اكيد المراكاس وهالاشياء الصغيره يلي الولد بس تحمليها يعمل لك هيك بس بده هيك بده طبل بده. لكن لعندك ابونا لازم اكيد يتصلوا ويتوجهوا حاملين هالقطع لتكمل هالباند ال 35 لعيد مارليس. اذا الله راد. بالنسبه للكونسرت يلي هو بكريسماس او بكريسماس نحن نحن باستوديو هلا عم نشتغل على التسجيل باذن الله رح بيكون عمل كثير رائع كثير حلو مش لانه نحن عاملينه لانه صدقيني بلا لانه انتم عاملينه لأ انا شفت الصور شيء رائع يعني عن جد ابونا واحد هي من اخرها كثير حلو. اوكي هونيك شو بحاجه نحن بدكم شو ناقصكم يلا بزر فتح صلوا لنا بس حتى الله يفتح بوجنا يا رب. نحن بلبنان ما بدنا الا نحن اليوم لما عم نفكر قعدنا سنتين بالبيت نحن كنا ضلينا شوي فاتحين الاكاديميه بس نسكرها مع المدارس ونرجع نفتحها يعني كثير تعذبنا بس نحن عم نرجع ننطلق مثل كتار من المؤسسات بلبنان وهيدا الشيء بنعمة ربنا وقوتنا القوة اللي ربنا حطتها فينا صح. وحبنا لوطننا وإيماننا بهيدي الأرض فما حدا يزايد على هيدا الشيء وما حدا يربحنا جميلة إنه بالكهرباء وبالمي وبالمبارح رجعوا كلفوا الرئيس مئاتي أنا بتمنى لك خيي 100 سنة تعيش بس إذا عشت 100 سنة وأنت ما عملت شيء للبنان يا رئيس مئاتي مثل ما رح تجي مثل ما رح تفل العالم اليوم عم تسبك اليوم العالم مش طايقتك اليوم العالم ما بقى نتخب بخيل إصبعنا اليوم العالم تعباني وما بقى حدا يحط الحق على فلين والحق على علتين في عنا رئيس وزراء اللي بإيده كل شيء تفضل دعمنا اشتغل حب بلدك عمول الاوركسترا ربع 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 ما نحن بنحبه تفضل عمول الاوركسترا واوضه صحيح واللي بده يغلط زدته برا مين ما كان يكون هلا شفت منين هالدعم وهالزخم وهالشو سر هيدي الباند اللي خلقتها الله الله لفشت خلقك وفشت خلق كثير انا من انسان الناس. مؤمن بلبنان انا عشت 21 سنه بايطاليا كان في يبقى بايطاليا كان عندي رأيي عندي كل شيء كانوا اهلي يروحوا لعندي قاعدين بفيلا طويله عريضه مش لانه بيت الفيلا لانه هي بيت رأيي بس رممناها وزبطناها وكذا حتى نقدر نعيش فيها وعشنا وكتر خير الله عشت كتير حلو حياتي كانت كتير حلوة أنا بآمن بلبنان على أمل أنك تضلك بلبنان أكيد وكل هالنجاحات مكللة إلا الموت طول بعمرك أبونا تتكلل بالنجاحات نحن بانتظار ترجع تزورنا ب 21 أو 20 جويه بكون عيد ليلة عيد مارليس وعيد مارليس لتخبرنا شو عملتوا قديش كانت ناجحة ودعوة لكل المشاهدين إنكم تحملوا هالقطع الكبيرة يلي بتطوش الجيران وتجيبوها عند يعني أبونا روكس بطرس بالسابع بالثامن يا أخي جيبوا لنا نحن بالأرض أنا بدي أشكرك وكل التوفيق لك أبونا ميرسي وقفة قصيرة وبترجعوا بتابعوا اللقاء مع زميلي إلي